المفروض في العادي اصلا انك ما تخليش حد يتريق عليك او ما تسمحش اصلا لحد ان يتريق عليك، عشان انت لو سمحت لحد ان يتريق عليك فدي هتبقى مشكله كبيره جدا جدا. طب نفترض ان في حد مثلا تطاول عليك، بدا يتريق عليك مثلا قدام شله مثلا او صحابك والكلام ده، فالنهارده هنتكلم ازاي توقف الناس دي عند حدها وازاي تتعامل مع الناس اللي بتتريق عليك. فيلا بينا. عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. انا كرمال عفاف بقدم محتوى في ستار موتيفيشن سبيكر. ادخل كده خدلك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. الناس اللي بتتريق علينا ظاهريا كده ممكن جينا تلاقي ان الفيديو ملوش لازمه قوي، ولكن في مواقف كتيره جدا جدا انت بتتحط فيها وتلاقي مثلا اللي قدامك يتريق عليك او يتريق مثلا على حاجه انت بتقولها، وساعتها انت بتبقى مش عارف هتقول ايه او تتعامل ازاي، هل تكسفه او تضحك معاهم مع اللي بيضحكوا، ولا تمشي وتسيبه، ولا تعمل ايه بالظبط. وخلينا نتكلم اصلا ان في اصلا اساس اصلا المفروض تحطه في حياتك او ستاندر المفروض الناس ما تعديهاش في حياتك او حياتك الشخصيه، زي ان ما ينفعش حد يتريق على حاجه انت بتقولها، او ما ينفعش حد اصلا يتريق عليك انت شخصيا. فكره انت تسيبه اصلا اللي هو يتعدى الستاندر دي او يتعدى الحدود دي اللي انت تسيبه اللي هو يتريق عليك، فانت كده في حاجه غلط انت بتعملها. المفروض ما تسمحش اصلا ان اي حد خالص ان يتريق عليك نهائيا، الا بقى لو ده صاحبك جدا جدا، واظن لو ده صاحبك جدا جدا وقريب منك جدا جدا مش هيسمح لنفسه ومش هيكسفك قدام حد. فهو عمل كده يبقى انت ممكن تشكك في صحوبيته. فانت لازم يكون ليك حدود او ليك ستاندر مع الناس كلها، لكل واحد بدرجه معرفتك ليه. ففكرة اصلا انت لقيت حد بيتريق عليك قدام شله بنات او ولاد او اي شله عموما، او بيتريق عليك قدام نفسك مثلا، بيتريق على حاجه انت بتقولها، بيتريق على حلم انت بتحكيه، بيتريق على قصه، بيتريق على اي حاجه، فالمفروض هنا لازم نوقفه عند حده. طب نفترض ان في شخص تعدى هذا الحدود وبدا يتريق عليك قدام شله مثلا، ايه اللي المفروض نعمله ساعتها؟ هل نسيبه نمشي، او هل نضحك مع الناس اللي بتضحك عشان ما نبقاش مكشرين وبنقفش على اقل حاجه، وهل ارد عليه ازاي، وهل اعمل ايه اصلا في اي حاجه؟ فتعالوا نشوف هنعمل ايه مع الشخص اللي هيتريق عليك ده. لما جيت بصيت في الموضوع ده على الانترنت او على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عموما، لقيت ان في كذا طريقه وكذا تكنيك او كذا رد فعل كتير جدا جدا. في منهم المنطقي، وفي منهم اللي مش هيجيب فايده اصلا ملوش لازمه، وفي منهم اللي مش منطقي اصلا. ولكن بحكم خبرتي الشخصيه، وطبعا لو طبعا عندك صحاب في الجامعه الكلام ده، فده انسب حل ممكن تعمله في الموقف ده اللي هقوله لك دلوقتي. اول حاجه هتسيب اللي المفروض بيتريق عليك ده لحد ما يخلص خالص نهائيا، وكله يخلص وهو يبدا يقول كل اللي عنده، يعني ما تقطعهوش اصلا اي حاجه، واستنى لما يخلص، وبعد كده اضحك ضحكه مفتعله جدا جدا جدا، اللي هو اللي موجود اصلا وهو يعرف ان انت بتضحك ضحكه مفتعله، مش ضحكه سخريه، لا ضحكه مفتعله جدا جدا، ان انت تضحك بطريقه هستيريه جدا جدا. وبعد ما بتخلص ضحك وكل حاجه والناس كلها تبدا تبص لك، هتقوم مطبطب عليه على كتفه وتكمل الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه اصلا. هنا هيبقى فيه مشكله، بس المشكله مش هتبقى عندك انت، المشكله هتبقى عنده هو، اللي هو بعد ما الموقف ده يحصل وانت تطبطب عليه ويبدا يتكلم، او تبدا انت تتكلم في الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه والكلام ده، ساعتها هو هيحصل عنده تهنيجه او لاج كده، اللي هو ايه اللي حصل. انت ساعتها هنا انت احرجته بالطريقه واحرجته بالشياكه وعلمته مين البابا في القعده. وقولوا لي برده لو عندكم برده طرق ثانيه برده او مواقف ثانيه وانت عملت معاها ايه، برده قول لي برده تحت في الكومنت ايه اللي حصل معاك وايه الموقف اللي حصل لك برد الفعل بتاعك. ولكن عايزك في الطريقه دي او الموضوع اللي انا اتكلمت عليه ده النهارده، عايزكم تجربوه انتوا في حياتكم الشخصيه وتقولوا لي حصل معاكم ايه، وهل فعلا هي نجحت بنسبه كام في الميه. بس كده. وانا عارف الفيديو الحلقه بتاعت النهارده قليله شويه، ولكن حابب انبهك حابب انبهك ان في سلسله جديده انا عملتها على قناه تانية بتاعه الجيمنج، شروحات لو انت عايز تنزل بيس 2017 او تنزل باتشات لبيس 2017 وتحولها لبيس 2020 والكلام ده، هتلاقي كل ده هناك، وبدانا في السلاسل دي. ولو في اي حاجه انت عايز تعرف شرحها اكتب تحت في الكومنت، او روح هناك اعمل سبسكرايب. ما تنساش برضه تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتنزل هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.